big getaway. I had a mental breakdown. I'm so nervous. Hoping though I feel better after it. ما خبرتكم من شفت امبارح. Good morning guys, hello YouTube, hi everyone, welcome back to my channel and to a new vlog. اهلا وسهلا فيكم بقناتي وبفيديو جديد وبفلوغ جديد. فقت اليوم بكير على الساعة 9 لانه 10 ونص كان عندي pedicures ورحت عملت ضفيرة وهلا رجعت. I'm having my coffee, actually خلصت the first coffee of the day و I know I look like sh**. Yep, بس That's a working day, so أكيد ما حكون glammed up وهيك. فحبلش my birthday vlog من هون. هلا I'm working. It's gonna be a long working day. عندي meeting الساعة 6 كمان. So I hope إنه ما بكون معصبة بآخر النهار وما بكون تعبانة كرمال كمل editing لأنه في vlog ححطه وبعد ما عم بقدر حطه. I just wanted to show you this cute planner that I got. Actually اخواته لتي جابوا لي اياها. بيعرفوا قد ايه انا بحب planners وهيك ودفاتر وقصص كيوت سو جابوا لي اياها و I'm in love. بدي افرجيكم الضفيره لانه بكره رح روح اعملهم. اليوم استعملت اسيتون ف they're disgusting. ليكو كيف each month بيجي عليه هيك. Look how cute it is. This is September, my month. شوفوا July for example. هنفكر روح أسبخ شعري الخميس لأنه this is not acceptable. مع أنه صار لي بس شهر عملته. أكتر شي cute is هيدي stickers page. So أنا كتير بحب هيك قصص وكتير بحس inspired و encouraged إني أعمل شي بس يكون عندي هيك قصص ما بعرف ليه وهيك بكتب فيه ب colorful pens. Yeah, I'm still there, I know. Oh, there's one more thing I wanna show you. امبارح تي فاجئني بورد. It's the most beautiful bouquet شايفته بحياتي. Point finish. لروح فرجيكم اياه. He gets the best boyfriend award. لا really. شوفوا اللون. شوفوا الالوان. I love them. يعني بعد كم يوم بيموتوا. You get the best boyfriend award. I hope you're watching this. لانه if you're not, I'm not giving you the award. Good morning guys. Okay, so أنا وعم بعمل editing انتبهت إنه بس زبطت الكاميرا بالسيارة انحطت على slow motion وصارت تتصور هيك ومثل ما عم بتشوفوا شو عم بيصير. Anyways, بس كنت عم بقلكن إنه رايحة أسبغ شعري و I'm taking you with me. So let's continue this vlog. Guys, خلصت شعري. I'm in love. I love this color. جينا على always تناكل as usual. وقلت افرجيكم my outfit. I'm wearing leather pants, black top, هيدي الجاكيت و my new sneakers. Yep. And my new hair, fresh hair. Guys, we're at مسامي مع عمل تيتشر لستاربكس بس ما كنت شربانة قهوة من الصبح وراسي كان حيفلع يعني كل مرة هيك بيصير إذا مش شربانة قهوة وأكلت شي بصير راسي يوجعني. So yeah, يشو حلو هون طالع. This vlog is gonna be exciting لأنه امبارح كان my birthday وعملنا plan ل birthday getaway, a weekend getaway actually. اليوم حيكون في party بالليل وبكرة actually عندي في a sweet client حتجي من أمريكا حتكون بلبنان so حبيت تشوفني so أكيد حروح شوفها أول شيء. هيدا الصباح for breakfast وبعدين حنروح على الباترون. So stay tuned لأنه بدها تكون a fun vlog. Oh yeah,
it's more like friends slash family getaway. هنكون يعني مع تي واخواته وخيه وبلا بلا بلا. So yeah, stay tuned. هيكون very 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 exciting. هنعمل my makeup معكم. حطيت الموسترايزر والسانسكرين التنتر بس مش باين. هيك حاسة حالي مثل الهودة تبع الفوغ يلي بيطلعوا بيعملوا makeup. Yeah. So hi, I'm Alexandra and I'm going to show you my makeup routine with Vogue today. Thanks. رايحين على كلوب اسمه The Seven Sisters. I've never been there. كنا حابين نروح على سباين بس ما كان في محل. ما عبالي اعمل هيك شي سوبر يعني ما بعرف شو هيك شي على الخفيف. Maybe a liner لأنه حكون لبسة full pink flamingo pink و my top is like a flamingo هيك كلها ruffles. Oh my god, I'm 23 years old already. عن جد أول سنة بحس إني كبرت يعني أول سنة بحس إنه no wait stop it's getting serious. بشوفت إنه امبارح رحت صبغت شعري مثل ما شايفين واليوم I had a mental breakdown. ما بعرف تبهت انه شعري لونه منه قشر مثل العادة. هو دايما بس الصبغ اول شي بيكون هيك جاي على رمادة وبعدين مع الوقت بس اتحمم بيصير يصير على اصفر اكتر. فانا بحب الصفار اكتر من الرمادة. فاليوم هيك حسيت انه شعري بني. I had a mental breakdown. I'm not kidding. كنت عم ببكي. My mom تقول لي إنه ليه امبارح ما انتبهت على هالشي ليه اليوم؟ I was like ما بعرف. أنا عندي من أنا وصغيرة عقدة الأشقر. كنت كتير حب إني يكون شقرة. كان عبالي أكيد في منكم بيكونوا شافوا على تيك توك وكذا مرة يعني حطيت هيك فوتينج على انستغرام انه اذا بعمل شعري جينجر او لا. هذيك اليوم جربت هيك فلتر على تيك توك و it looked so good. I was like oh my god عن جد انه مبين انه لابق لي انه خليني اجرب شي نهار وبس كثير بخاف اني اطلع من الاشقر. وفي شغلة كمان انه انا هيدا الاشقر انا ما بسحب لون شعري. بالعادة اللي بيعملوا اشقر اذا شفتوا the quality of their hair شعرهم بيكون تعبان وبيسحبوا لون وهذا damages the hair. كرمال هيك انا ما بسحب لون بعمل هايلايتس كمان بيأذي الشعر مش انه ما بيأذي بس مش قد سحب اللون. فبعمله ما بيدق ببسط الشعر ولا مرة. بس اذا بدي اعمل احمر وبدي ارجع على الاشقر ما في بصير بدي اسحب لون. فكرمال هيك خايفة مش حابة اعمل احمر واذا بدي ارجع على الاشقر ما اقدر. ف بس اكيد اذا شوف هذا الاشقر او احمر اكيد انه الاشقر. I feel like this is my color. وكمان بدي انه to have like a signature color انه خلص Alexandra her hair is blonde. The blonde girl. انه فهمتوا علي؟ يكون عندي identity خاصة مش انه كل شوي غير. Okay, so خلصت عيوني. I'm not so proud of my eye makeup لانه ما حبيت كيف طلع بس والايلاينر نشف. I don't know why. مش لازم ينشف بهالسرعة بس انا ما بحب هيدا الايلاينر وما عم لاقي من اللي انا بحبه. هلا بكره رايحين على الباترون على الواينري تبع اكسير وحنتغدى هونيك ونقضي نهار وهيك. فيا حاخدكم معي that is so exciting. كتير بحب هيك محلات. مثل ما قلت لكم الصبح رايحة اشوف هيدي الكلاينت. هيدي الكلاينت عايشة بأمريكا بس she happens to be Lebanese. She was born here وجاية على vacation هون. فحبت انه تشوفني ونتعرف على بعض واكيد انا كمان حابة اشوفها. ف I'm excited بس انا كتير حدا كتير حدا بيستحق و بهيك situations فاكلي هم شوي. I'm so nervous اني شو بدي احكي معه. عم بينزلوا الكونتور لهون بس ما بعرف اذا بيتبقى لي هيك كنو بس I don't know اذا لازم جربه هلا. لا it's not the day don't risk it. على فكرة كتير الطقس هون شو
بنبقى عملنا هيك شو. فكان جايبة معي بليزر لألبسه بكرة و that's the main outfit، يعني جايبتها كرمال البليزر حألبس كل الأوتفيت. ف I think I'm in trouble لأنه كتير شو باليوم كان. هلا لبس مات لبستيك ومنرجع منحط الجلوس بعدين. وذاتس ات بيسكلي للميك اب، ما حاعمل شيء اكثر، بس ما كثير طايقه شعري. يلا هلا بلوز وبعمل شعري. Client 11, so I'm ready. I feel like I'm going to a business meeting. Hey guys, I'm back. So خلصت our meeting. دي كانت القعدة حلوة معها. I loved her. Okay, وأنا ما كنت مجربة الكافي تبع ماكدو. هديك المرة هيك تطفي جربتها و I loved it. يعني كثير حبيت الأمريكان وتبع ستاربكس البلاك كافي تعمل لي لعية نفس و ما في اشربها. فهلا اجينا على ماكدو تاخذ ماي سكند كوب اوف كوفي لانه I'm a little. هلا حنشرب كوفي. I hope انه I feel better after it. I didn't show you my outfit بس اكيد هلا I'll take few shots here and there to show you everything. So see ya. Loving the color. ما خبرتكم مين شفت امبارح. كنا بزعتر وزيت امبارح وفاتت ليندا كريستينا. I don't know if you know her بس she's a YouTuber من زمان وكمان على تيك توك she's like well known. ف I never when I see people هيك لما اشوف عالم هيك انه معروفين بالعادة ما بروح I don't approach them. بس ليندا كتير بحبها و يعني من زمان انا بعمل لها فولو لهير يوتيوب فيديوز و I see so many similarities with her لانه هي كمان كانت تعمل راديو تي في وبعدين نقلت على البزنس وهيك. سو كتير قصص بتقولون بحس انه هي انا كمان. سو يا فاكيد على الطاولة ما كنت رح روح واحكي معها، يعني I'm so shy to do that. بس طلعت على الحمام ما شفت غير انه هي كمان صارت هوني. فقلت لا it's a sign and I should talk to her. فقلت لها هاي كريستينا. I sounded so creepy. كنت وراها قلت لها هاي كريستينا مثل كأنه اي يعني خوفتها للبنت. ف قلت لها you should get back on YouTube and we missed you هيك وحكيت معها شوي. ف she's so sweet. هي عن جد مثل الفيديوز زيت الشيل. So so sweet. جايز هلا وصلنا على اكسير والمفروض انه نحن حاجزين ومتاكدين لانه صار في نقاش، يعني صار في اخذ وعطا وقت الحجز. سو متاكدين انه حاجزين بس طلع في عرس وهن مسكرين المطعم. سو ما بعرف ليه هيك صار بس ما حنقدر نبقى. هذا المعمل واو اتس هيوج. This must be the grapes بس ناشفين. شوفوا هون في عرس قاعد. سو هون المفروض يكون المطعم وما في. بس I like the idea of doing a wedding here. عم بحب هودي الفايبس اكثر. Look. So that was our short visit to Iksir.
للأسف. Yeah, at least we saw the place, so hey, we took some pictures. Yeah. So, اجينا على أسواق بترون وحنروح نتغدى بأوهانس. الحين ماشي لأنه ما في محل نصف. بس I love بترون.